المفاجأة اللي أنا وعدتكم بيها، ودي كانت بناء على طلب وش الخير عمنا فاروق محمد حسن. الفقرة اللي جاية يعني تمام، ليه ما فكرتوش في الحكاية دي؟ في كل مناسبة كبيرة، كل مؤتمر عظيم بيبقى فيه حاجة مهمة في كل مؤتمر، الصورة التذكارية. عشان كده اللي هيصورنا الصورة التذكارية مش الأستاذ مصطفى مطلوب، اللي هيصورنا الصورة التذكارية أستاذ فاروق محمد حسن، بس بناء على طلبه اللي هيشاركه في التصوير أو ضبط الإضاءة الأستاذ محمد مصطفى.